جي كودز جديدة. بدي أغير المشاركة الآن على الكاميرا الثانية. تمام، شايفين الكتابة ولا في إشي مش واضح؟ فبالنسبة للكتابة واضحة تمام. تمام، طيب إن شاء الله اليوم بدنا نتعلم جي كودز جديدة. الجي كودز هذه بدها تخلينا نتحرك على البلان تبع الورك بيس. احنا حكينا انه احنا الورك بيس بتكون عبارة عن جزء معدني، احنا بدنا نثبته على الفايس تبعت الملزمة تبعت السي ان سي، وبدنا نبدأ نعمل الحركات اللي بتشكل المنظر اللي أمامنا. فبنأخذ الدروينج تبعت الورك بيس وبنحطها بحيث أنه نستطيع أنه نأخذ كل الدايمينشنز اللي والتفاصيل اللي موجودة على الورك بيس، وبنحط الأبعاد اللي مفروض تكون موجودة على الورك بيس تبعتنا، وبعدين بنأمر الكاتنج تول إنها تيجي وتتحرك على الإطارات وعلى البوزيشنز اللي إحنا بنحدد لها إياها. الآن حركة الكاتنج تول من نقطة إلى نقطة هذه بتيجي بجي كودز، يعني حركة الكاتنج تول من النقطة هذه للنقطة هذه إلها جي كود. يا دكتور لو سمحت، بس ما فيش إشي مبين، فيش إشي. في حدا مش مبين معاه الكتابات اللي أنا بكتبها قاعد؟ مصطلع الشاشة، مصطلع راحت. طب لما أشارك الشاشة هيك إيش مبين معكم؟ الشاشة تاعتك مش عارف والله. الشاشة تاعتك مش مبين الكتابات؟ لا، بينت أول مرة وراحت على طول. طيب استنوا نشوف الكاميرا. غريب، مفروض انه تشارك العرض الان هي الكاميرا الاي في كام. هيك مبين، ليش كل مبين؟ هو بيانات وراها. شو هي الكتابة؟ الكتابة هيك مبينة. الكتاب مبينة هيك؟ مبينة. تمام، مبين عند الجميع. مين مش مبينة عنده الكتابة؟ اوكي، نكمل يعني. إذن الكاتنج تول، حركة الكاتنج تول من مكان إلى مكان، الكاتنج تول بدها تقطع شوط، بدها تمشي، بدها تتحرك في الباث هذا.
لما بتكون بالنقطة هذه وبقولها تحرك للنقطة هذه بدي جي كود عشان أحركها للنقطة هذه، وبعدين بدي إياها تصل للنقطة هذه كمان في جي كود عشان تصل للنقطة هذه، وفي جي كود آخر يوصلها لهون، وفي جي كود آخر يرجعها ثاني للمكان هذا. الآن بدنا نتعلم الجي كود اللازم لحركة الكاتينج تول على سطح المعدن، مش على مش في عملية الحفر، مش في عملية الحفر، تمام؟ هذا الجي كود اسمه G00. الجي 00 هو الرابيد موشن. G00 يعني في هذا الكود، في هذا الكود انت بتأمر الورك الكاتينج تول اللي هي هذه الكاتينج تول، بتأمرها انها تتحرك على سطح المعدن بأسرع وقت ممكن. طبعا هي الكاتينج تول بتعرفش حالها انها ماشيه على سطح المعدن ولا ماشي جوا المعدن. انت لما تستعمل الجي 00 لازم انت تكون عارف انه انت مش في داخل المعدن. ليش؟ لانه الكاتينج تول بتتحرك بأسرع ما ممكن، بأسرع ما عندها. يعني الماكينه اول ما تكتب لها انت الجي كود بتهيئ سرعات الاستبر موتورز، تكتب لها جي 00 معناته هي بدها تعطي للاستبر موتورز اول ما تعطيها الكوردينيتس بعد الجي 00 انها تتحرك لهذا الكوردينيتس باسرع ما يمكن، تمام؟ يعني لو قلت لها للماكينه جي 00 مطلوب منك تعرف الكوردينيتس اللي بتتحرك لها الماكينه بعد هيك، يعني المفردات بتبعت جي 00، المفردات بتبعت الجي 00 ايش المطلوب بعد جي 00؟ مطلوب الكوردينيتس، لازم يتبعها الكوردينيتس. يعني وير ذا كاتينج تول شود جو، وين بدها تروح الكاتينج تول؟ يعني لازم تعطي لها الكوردينيتس اللي الكاتينج تول لازم تروح لهم، تمام؟ يعني انت بتقول جي 00 لازم تقولها مقدار الاكس اللي بدها تروح له، ومقدار الواي اللي بدها تروح له، ومقدار الزد اللي بدها تروح له. هذول بيسموهم الكوردينيتس اللي لازم تزور هنا الكاتينج تول بمجرد انت ما تعطي لها جي 00. يعني ما ينفعش تقولها جي 00 وتسكت، طيب بتضلها واقفة يعني ولا بتتحرك السي ان سي. لكن لما تقولها جي 00 اكس 10 بتلاقيها طارت على اكس 10. طب شو هي الاكس 10؟ نرجع تاني للورك بيس. هاي الورك بيس موجودة عندي انا هون. الورك بيس مطلوب انه تاخذ الاشكال هذه اللي انتم شايفينها، هيك 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 هيك، هذه الاشكال هي اللي بدها تتحرك فيها الورك بيس. يعني بتكون الورك بيس بالاصل زي هيك، وبجيب النموذج اللي بدي اشتغله. طب بدي اكبر شوي بس هيك. هاي يعني بتكون عندي الورك بيس بهذا الشكل لما نرسمها ثلاث الابعاد هيك. هاي الورك بيس تبعتي عباره عن اللي هو الخامه تبعت هذه، الخام الماده الخام تبعت هذه، هاي الورك بيس. الان انا عندي رسمه بتقول لي انه لازم اتحرك واطلع المنظر هذا، لازم اتحرك واطلع المنظر هذا بواسطه السي ان سي. فايش انا بسوي؟ بجيب الخامه، بجيب الاصليه هذه اللي انا بدي اشتغلها وبارسمها، بقول والله هيك بدها تبتسم بهذا الشكل، هيك وهيك 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 وهيك، هذه الرسومات تبعتها. وبعدين في النص في نقوشات معينه، تمام. هلا البوزيشنز هذولا ببدا احدد الكوردينيتس بتبعتها نقطه نقطه، يعني بصير احدد النقاط هذه مقدار الاكس واحد والواي واحد، هذه
وإكس 2 وواي 2 وإكس 3 وواي 3. يعني كيف مثلا؟ هذا 0 و0، هذه 10 و15، هذه 20 و8، هذه 30 ومش عارف قديش. فأنت بتبدأ تحدد الكوردينيت سبعة النقاط هذه اللي هم الإكس والواي والزد. يبقى أنت لما تمسك الشغلة اللي بتجيك من الزبون وبقول لك والله بدك تعمل لي هذه القطعة، هذه لازم ترتسم، لازم ترسمها بالأوتوكاد، ترسمها بالسوليد وورك، ترسمها بالإنفنتور. أنت بتتعلم كل وسائل الرسم هذه عشان تبدأ ترسم. هلأ هاي الرسومات بنرسمها وبنبدأ نحدد الإيش البوزيشنز اللي لازم تقف عندها الكاتينج تول. بدأ تقف الكاتينج تول هنا وهنا 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 وهكذا. هدول كل نقطة منهم نقطة، نقاط هدول إلهم إكس وواي، كل من نقطة من النقاط هذه إلها إكس وواي الخاص فيها. فبنرسم الرسم تمام وبنحدد الإكس واي، وبعدين بنقول له والله جي زيرو زيرو إكس واحد واي واحد، بعدين جي زيرو زيرو إكس اثنين واي اثنين. فبتصير الماكينة إيش تتنقل على إكس واحد واي واحد، بعدين إكس اثنين واي اثنين، بعدين إكس ثلاثة واي ثلاثة، وبتصير تمشي الكاتينج تول هيك على النقاط اللي أنت بتأمرها فيها. تمام، هذا المقصود بأنه تعطي بعد جي زيرو زيرو تعطي البوزيشنز تبعات الكوردينيتس أو الكوردينيتس اللي تروح إلى الكاتينج تول. تمام، هلأ خلينا نأخذ إكزامبل على جي زيرو زيرو عشان توضح الصورة لنا. يعني أنا عندي الماكينة بالإكس واي بلان، هايها هذا مقدار الإكس وهذا مقدار الواي. تمام، هلأ بدي الكاتينج تول تيجي عند الكوردينيتس الأول اللي هو زيرو وزيرو، وبعدين بدي إياها تروح عند زيرو زيرو وخمسة، بعدين بدي إياها تروح عند مثلا هذه مثلا 8 والواي تبعتها 20 نقاط هذه، وبعدين بدي إياها تيجي عند النقطة هذه، النقطة هذه تقريبا مثلا 2 3 أو 2 و 4 2 و 10 يعني نقاط. هاي ثلاث نقاط، هاي نقطة وهاي الثانية وهاي رقم 3 وهي رقم 4. الكاتينج تول لازم تتحرك على النقاط هذه باستخدام الجي 00. باجي بكتب الان، نبدا احنا نبدا نبرمج، بقول له جي 00 وبدي اعطي له وين الكاتينج تول بدها تروح. يعني الكاتينج تول بتكون somewhere here، تقولها روحي على البوزيشن 00، يعني روحي على البوزيشن هذا. تمام، بدي اشوف اذا في حدا طالب انه يدخل لانه ما زال عند الوضع عقيم. انا اوكي، مع اني حاطط انا هنا انه انضمام سويتش اون، يعني لازم ادخل اوتوماتيك، بس عاد ايش اسوي مش راضي تزبط هذه. سو نرجع تاني. رجعت صفحة الكتابة، حدا يتكلم معي؟ راجع. تمام، يبقى بقولها جي زيرو زيرو. ليش يا فزك؟ مش سامع. حدا بدي يسأل؟ طيب جي زيرو زيرو قلنا cutting tool somewhere here في هذا المكان، وبدها تنتقل لهذا المكان. يبقى هي بتكون في أي مكان أنت مش عارفه، أنت مش عارفه cutting tool عامل في حالها في مكان أو حاطة حالها في مكان أنت مش عارفه. الآن بتقول لها جي زيرو زيرو، يعني انتقلي، انتقلي للنقطة إيش؟ صفر وصفر، اللي هي اللي هو الأوريجين تبع الـ تبع الـ تبع الماكينة. فبتقولها جي زيرو زيرو مقدار الإكس، بتطلب منك هي مقدار الإكس ومقدار الواي ومقدار الزد. بما أنه الزد إحنا لسه مش عارفينه، خليه بلاش نتكلم فيه. إيش مقدار الإكس؟ صفر. إيش مقدار الواي؟
صفر. فبتقوم الكاتنج تول انتقلت من النقطة هذه للنقطة هذه مباشرة من هون لهون وبتقف. طبعا هذه الحركة بأسرع ما يمكن. الآن بدنا نأمرها تتحرك عند النقطة رقم 2، بدنا نأمرها تتحرك عند النقطة رقم 2. فبتقول لها جي 0 0 جي 0 0 اكس، قديش الكوردينيتس تبعت النقطة هذه الاكس اكسس؟ 0. واي، قديش الكوردينيتس الواي اكسس؟ هي 5، هي 0 و5. لا هذا 0، الاكس اكسس مش 0 طبعا، اكيد مش 0. اذا كانت هذه 8 هذه خليها 5، الواي اللي 0. أنا غلطان، ها؟ 5 و0، نقطة 5 و0، واضحة أنها 5 و0. فالإكس أكسس 5، قديش الواي؟ 0. فايش بتسوي انت؟ اول شيء قلت لها انتقلي من هنا، من اي مكان هنا للزيرو زيرو، انتقلت هنا للزيرو زيرو. بعدين قلت لها انتقلي من النقطه هذه لمين؟ للخمسه وصفر. بتقوم نطت ووصلت لهنا، هذا نقطه رقم 2. الحين بدي امرها تتحرك للنقطه رقم 3. ايش بقول لها؟ بقول لها جي زيرو زيرو اكس، قديش الاكس تبعها النقطه؟ 8. الواي قديش تبعها؟ 20. لما انت تكتب هيك وتقول انتر، يعني تعمل انتر، تقوم الماكينة تحركت من النقطة هذه للنقطة هذه، او الكاتنج تول بلاش تقول الماكينة، تتحرك من النقطة هذه للنقطة هذه، تمام؟ تقف هنا. الآن الكاتنج تول واقفة هون، الحين بدنا نوديها على مين؟ على النقطة رقم 4. طب دكتور بس عن اذنك ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا لما انا امرها انها تروح على نقطه 00، هل النقطه 00 بتكون هي الاتش تاعت الماده تاعتي تحت القطعه ولا كيف؟ هذه بجاوبك عليه المحاضره الجايه او يمكن بعد محاضرتين ثلاثه. هذا هو بسموه الماشين زيرو او الورك بيس، خلينا نسميه احنا الكمبيوتر زيرو او الورك بيس زيرو. هذول في فرق بينهم، فرق كبير. المشين زيرو والورك بيس زيرو او الكوردينيتس اللي احنا بدنا نشتغل عليه. هلا هاي هذه الكوردينيتس تبعت القطعه. هلا احنا حكينا انه انا في عندي الرو ماتيريال تبعتي، هيها اللي انا جبتها من السوق، اشتريت المكعب هذا اشتريته وبدي اعمل منه القطعه هذه. يعني انا اشتريت المكعب هذا اشتريته وبدي اعمل منه القطعه هذه، تمام؟ هلا الزيرو زيرو تبعي هو هذا هو الزيرو زيرو تبعي اللي انا بدي ابدا اخذ الريفرنس كريفرنس. هذا بسموه ريفرنس. الريفرنس ايش يعني؟ يعني بحول الماكينة كاملة انها تبدأ تأخذ الابعاد بناء على انه هذا هو الزيرو زيرو تبعي. فلما بأمرها تنتقل للنقطة هذه عشان تبدأ تشتغل، عشان تبدأ تحفر في هذا، يكون الاكس من هنا والواي من هنا، من القطعة اللي أنا اشتريتها من السوق وثبتها بالملزمة. لكن لما بتكونش في عندي قطعة راكبة، لما ما بتكون في قطعة راكبة على الملزمة في السي ان سي، بيكون الزيرو زيرو تبعنا هو النقطة اللي بتتغير فيها الكاتنج تول، يعني بسموها الباركينج تبعت الكاتنج تول. خليني أنا أورجيكم فيلم عشان اورجي بتعرفوا شو هو الزيرو ريفرنس و
الأشياء هاي قبل ما أكمل معكم منيح اللي فتحت هالموضوع. كان مفروض إنه يعني خلينا نشوف هذا الحين الفيلم هذا مبين عندكم؟ مبين كلكم مبين؟ تمام. شوفوا والماوس مبين كمان؟ مبين. تمام. شوفوا هاي الورك بيس الزرقاء اللي غالبا احنا حنشتغل فيها، يعني هذا التمرين، هذا التمرين بالذات، هذا التمرين حنشتغله في اخر الفصل اللي هو الدم القبة، او مثلا زي تخيلوا انتم عصارة البرتقال او عصارة الليمون، في بتكون في النص في دم في قبة هيك ومن تحت كله هذا محفور. فالورك بيس انا بشتريها هيها، الورك بيس اللي بشتريها هيها. الان هذه النقطة هي الريفرنس تبعي في الزيرو زيرو. يعني كل الابعاد تبعت وين الكاتنج تول بتروح بتنتقل بناء على الابعاد تبعت النقطة هذه، فهذا بكون الريفرنس بتاعي. وهذا انا بشتغله برمجة، يعني بعمل له جي كود، بعمل له جي كود. يعني بعد محاضرتين بدنا نشتغل في موضوع كيف انا انقل الكوردينيتس من المشين زيرو للبروجرام زيرو، المشين زيرو للبروجرام زيرو اللي هو الورك بيس زيرو. هذه بدها خطوات يمكن 4-5 اسطار كودز عشان اقدر او استطيع انه انقل المشين زيرو للبروجرام زيرو. ايش المشين زيرو؟ المشين زيرو اللي هي شايفين البوزيشن هذا اللي في الواقف فيه الكاتنج تولز، هذول الكاتنج تولز وقفات في مكان اللي هو المشين زيرو. هلا لما بنشغل الفيلم شوفوا كيف بصير. انا بدي ابدا اشتغل في الورك بيس هذه. هذا البوزيشن هذا هو المشين زيرو، طلعت الكاتنج تول وقفت في الباركينج وبتبدا تتحول تشتغل ايش الورك بيسز، بتقدر تصل لمين لمرحله انه انا بدي اغير الكاتنج تول. هاي الكاتنج تول بتجيبها، اجت الكاتنج تول ونزلت، هلا بتبدا تشتغل سبيد 400 في دريت هالقدي بوزيشن مش عارف شو وبتبدا تشتغل. هلا بتبدا تاكل في ايش في المعدن. خلينا انا بس اسرع، بديش اضيع الوقت كله. خلينا هاي الورك بيس في الاخر عملت لكم الشغل هذا. اذا شوفوا وين وقفت الكاتنج تول، وقفت في مكان، هذا المكان اسمه المشين زيرو، هذا المكان اللي وقفت فيه كل الماكينه، وهذا البوزيشن تبع الكاتنج تول، هذا بسموه المشين زيرو، بعيد عن ايد الاوبريتر عشان ما يجرحوش، وداخل لجوا في مكان يعني بسموه الباركينج، يعني وين 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 التولز بتصف. وبعدين كل تول لها ادرس زي ما انتم شايفين، ادريسز 3-5-7. تمام. هلا الورك بيس هيها بشيلها، واللي هي اللي احنا هذا احد التمارين اللي حنشتغله احنا اخر الفصل. تمام. نرجع تاني. فالرو ماتيريال، الرو ماتيريال اللي انا بشتريها بتكون لها ابعاد، لها مكان انا بحطه هذا كريفرنس الي، هذا بكون الزيرو زيرو. من كل ابعاد اللي بعد هيك باخذها من مين؟ من الزيرو زيرو. هذا بسموه بروجرام زيرو. وهذا بكون هو الريفرنس تبعي، هذا هو الريفرنس تبعي. ببدأ أنا أنقل الكاتنج تول وببدأ زي ما شفته تشتغل، تخش وتشتغل وتشتغل وتشتغل، لما في الآخر تطلع المنظر هذا. هذا هو بأخذه وبأكون تمام. اوكي. إذن اليوم بس إحنا نتعلم عملية انتقال الكاتنج تول، وبعدين عشان لانه هذا ضروري قبل ما انقل البروجرام زيرو او المشين ريفرنس، لازم اتعلم كيف الجي كود هذا بحرك الماكينه. يبقى الجي كود هذا بينقل الكاتنج تول
على الكوردينيتس اللي انا بحددها. بينقل الكاتنج تول على الكوردينيتس اللي انا بحددها. طيب هلا في واحد بيقول لي طب انا واقف عند الزيرو زيرو هنا تمام، وبدي انتقل عند النقطه هذه، هلا قديش بتبعد هذه عن النقطه هذه؟ بتبعد 5 باتجاه الاكس. وقديش ارتفاعها باتجاه الواي؟ ارتفاعها 0. طب انا الحين جيت وقفت هنا بدي انتقل عند النقطه هذه هنا، وبدي انتقل عند النقطه هذه. الان لو بدي اجي اقول قديش بتبعد هذه عن هذه باتجاه الاكس، بلقاها بتبعد عنها 3. يعني هيك باتجاه هذا في 3، هيك 3، وباتجاه الفوق 20 الواي. ايش يعني؟ يعني ريفرنس للنقطة هذه، ريفرنس للنقطة هذه، النقطة هذه 23. تخيلوا ريفرنس للنقطة هذه، مش ريفرنس للنقطة هذه. عشان نعرف ايش معنات ريفرنس، هذا حتخربط كتير، هذا حتخربط كتير، بس انا بدي اشرحها اليوم كويس عشان تفهموها، عشان بعد هيك ما نسألش فيها. الان هذا اذا كان هو الريفرنس الاصلي تبعي، اذا كان هذه النقطه هي المرجعيه تبعتنا، فهذه بتبعد عنها 5 و0، وهذه بتبعد عنها 8 و20، وهذه بتبعد عنها 2 و10. يعني لما بنحدد هيك بنلاقيها بتبعد عن النقطه هذه من هنا لهنا 2، المسافه هذه 2، وهذه المسافه 10، فهذه بتبعد عن هذه النقطه 2 و10. بكون هذا هو الريفرنس تبعي، هذا هو الريفرنس تبعي. لكن لو كانت كل نقطة، لو كانت كل نقطة هي ريفرنس جديد، لو كانت كل نقطة هي ريفرنس جديد، إيش اللي بصير؟ بصير إنه بدك تشوفي أو تشوف النقطة هذه قديش بتبعد عن النقطة هاي، بلقاها بتبعد عنها بالX أكسس 3 وبالY أكسس 20. طب نطلع على النقطة هذه، ريفرنس للنقطة هذه، قديش بتبعد هذه عن هذه؟ فبدك تشوف قديش الاكس وقديش الواي. خلينا نشوف قديش الاكس وقديش الواي. هاي الاكس وهاي الواي، يعني هذا بده يصير ريفرنس جديد هو. هذا بدك تقيس الاكس قديش، وبدك تقيس الواي قديش. قديش الاكس هنا من النقطة هذه للنقطة هذه؟ إذا كانت هذه 2 و10، احسبوها. يعني هذه بتمشي من هون لهون، ستة ومن هون لهون قديش؟ 10. إذا كانت هذه 10 وكله 20 بتكون هذه 10، صح؟ تمام؟ يبقى بصير بتقول له جي 0 0، هلا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هذا إذا كان الريفرنس تبعي. شوف قديش بتخربط هذه العملية؟ إذا كان هذا الريفرنس تبعي. هذا نيجاتيف ولا بوزيتيف هذا الاتجاه 6؟ نيجاتيف، يبقى ناقص 6 نيجاتيف. وفي الواي نيجاتيف 10، الواي نيجاتيف كمان. هذا بسموه اللي انا بتحرك فيه انكريمنتال مود. خلينا بس توضح تحت الكتابه، في انكريمنتال انكريمنتال وفي ابسوليوت. أظن أنا زي كأني لمحت على الموضوع هذا في المحاضرة اللي فاتت لما قلت لكم في كود اسمه incremental وفي كود اسمه absolute. إحنا في الـ CNC شغلنا غالباً يعني 99% من شغلنا absolute mode، 99% من شغلنا إحنا absolute mode، لأنه mode مريح.
يمكن بلجأ للإنكريمنتال مرة أو مرتين في كل كود، مرة أو مرتين فقط حسب، لأنه هذا الكود لما بستعمله بيضطرني أني أتخيل السكينة واقفة في المكان هذا، السكينة واقفة في المكان هذا، وبدي أقيس ريفرنس إلها إيش البوزيشن الجديد، ريفرنس إلها إيش البوزيشن الجديد. علشان هيك هذا كود متعب، الانكريمنتال كود متعب. يعني الريفرنس تايب تكون 0 0 صح؟ ايوه 0 0 هذا هو الابسوليوت مود، انه ابسوليوت مود انه انا دائما الريفرنس تبعي هو الكوردينيتس تبع الورك بيس، الورك بيس اللي انا اشتريتها، المكعب اللي اشتريته عشان اعمل منه القطعه هذه، بكون هو هذا، من هذا انا باخذ كل ابعادي، كل النقاط هذه ريفرنس لهذه النقطه. هذا أسهل، هذا سهل كتير. طيب كيف بدي أفعل الأبسوليوت مود والإنكريمنتال مود؟ هذا كود جديد، يبقى إحنا كود جي 00 خلصنا، الحين بدي أشتغل تو مودز جداد، تو كوردينيتس جداد. في عندي جي 90 وجي 91 وجي 91. الجي 90 هذا الأبسوليوت، الجي 90 هو هذا الابسولوت، والجي 91 هو الانكريمنتال. طبعا باي ديفولت الماكينه هذا باي ديفولت، يعني الماكينه بتقبل اذا ما حطيتيش الجي 90 او ما حطيتيش الجي 90 انت وانت بتشتغل، الماكينه بتقبل خلاص ريفرنس تبعها هو الكوردينيتس اللي انت حددته، اللي نقلت البوزيشن تبع الورك الكاتينج تول عليه، يعني صار الكوردينيتس تبعك هو هذا، هذا الماكينه باي ديفولت. ولكن انت كمبرمج لازم يعني تورجي للماكينه انه انت برضو ذاكر وعارف ايش الفرق بينهم، فلازم تحطه هذا في اول، في اول كودز انت بتشتغل فيه فوق، في اول كودز انت بتشتغل فيه فوق. طيب الآن بدي أعمل مثال زي ما عملنا مثال هنا بالانتقال الجي 00، بدي أعمل مثال إن أشتغل بجي 90 وجي 91، يعني مثال واحد بس إن أشتغل بالتسعين وأشتغل 91 زي ما عملناه هناك شفوي، بدنا نعمله اليوم الآن عمل. فعندي أنا الورك بيس، خلينا نعمل صفحة جديدة، عندي أنا الكوردينيتس هذا هيك، وفي عندي خليني أشوف الأبعاد اللي عندي، عندي بدي أنتقل لهذه النقطة، بعدين أنتقل لهذه النقطة، بعدين أنتقل لهذه النقطة، وهذول أبعادهن كالتالي. طبعاً أنتوا رسموا معي الآن، ورسموا معي النقاط هذه لأنه بدنا نبدأ نشتغلوا مع بعض الإكزامبل هذا، وهذه 20 وهذه 30. الحين هنا يوم هذا 20 وهذا 40، رسموين عشان نبدأ نشتغل، يعني أربع نقاط، أربع نقاط بدها تبدأ الكاتينج تول تتحرك عليهم، بدنا نشتغل هنا أبسوليوت، بدنا نشتغل هنا إنكريمنتال، ونشوف أو عشان عشان يصير معنا بس شوية أكشن، لا خلاص بلاش أكشن، خلينا زي هيك. تمام، يعني قبل المحاضرة في كل محاضرة
بتجهزوا لي ورقة وقلم، بتجهزوا لي حالكم عشان تبدوا ترسموا، عشان نتفاعل مع بعض أكثر، وعشان لما أنتوا تشتغلوا بإيدكم بيبين نوع من الأسئلة العملية. يعني أنتوا لما الواحد يقعد يطلع فيه زي هيك وأنا قاعد بشتغل بتهيأله أنه الموضوع سهل، لكن لما بده هو وهو بيكتب بتطلع منه أسئلة على طول، تطلع أسئلة يعني أنه أنا لازم أسألها إيش معنات هذا الكلام وليش بصير هيك. طيب الآن أنا بدي أشتغل أول شيء أبسوليوت. في أذن إكس مش محطوطة للنقطة الثانية. كيف؟ في إكس للنقطة الثانية. دكتور في شاب على الانتظار. أوكي. شوفوا لنا اللي بيعرف على جوجل ميت شوفوا لنا حل الموضوع هذا. أنا مع إنه أنا مفعل الأوتوماتيك هذا ميت أوتو أدميت أز access to this site. طيب يعني ما مش فعله أنا مش عارف. أنا هنضلنا زي هيك فترة طويلة. إيه هذا كمان؟ لا. أوكي. خلاص هيك الأبعاد كلها تمام. إيه بس يا دكتور آخر الإحداثي حطيته العشرة بالإكس إنه مش منطقي بين الخمستاعش والعشرين عشرة. آه طبعاً آه مزبوط كلامك. يبقى هذا عشرة وهذا خمستاعش. هذا عشرة وهذا خمستاعش صح كلامك. هيك بصير منطقي. عشرة خمستاعش عشرين ثلاثين عشرين وأربعين تمام؟ يعني هي كلها نقاط ارتجالية تبين الفكرة. بعدين لما احنا بنبدأ نشغل بالهذا، أنا سمعت إنه ممكن يبدأوا يسمحوا لكم تروحوا على المختبرات يوم 11، فإن شاء الله بنكون احنا جاهزين بأول تمارين، وبخلي الباشمهندس يوسف يوزعكم والباشمهندسة. مين المعيدة تبعتكم؟ الباشمهندس آية بسيسو. آية، بخلي آية تجهز التمارين اللي احنا بنحكي عنها وبتشرف عليكم. انتوا كلكم اربع طالبات يعني مع بعض ممكن تشتغلوا، بس الطلاب هيشتغلوا ثلاثة ثلاثة، وضعهم شوي هياخد وقت. اوكي. هلا عندي هذا انا هو الزيرو زيرو. يبقى اول ما انا امسك الورك بيس، اول ما امسكها وارسم الرسمات تبعتها ببدا احدد الكوردينيتس اللي بدها تقف عليها الكاتنج تول. كوردينيتس يعني الاكس والواي، الاكس والواي لكل نقطه بدها تقف عليها الكاتنج تول. كل نقطه بدها تقف عليها الكاتنج تول بدي احدد الكوردينيتس تبعتها عشان اقول للكاتنج تول روحي لها. الكاتنج تول بتروحش على رسم، بتروح على نقاط، على اكس وواي. يبقى هاي النقاط عندي هنا، هذا هو الزيرو زيرو لأن أنا بشتغل أبسوليوت أو بشتغل واتيفر، يعني إيش ما يكون يكون اللي هو هذا الزيرو زيرو تبعك بيكون. هلا إيش النقطة هذه الكوردينيتس تبعها؟ 10 و20 صح؟ 10 و20. يبقى أول ما أمسك أنا رسمة، أول ما أمسك رسمة أنا، يعني عندكم مثلا في الامتحان، هاي أورجيكم امتحان بالامتحانات مثلا في 2018 الفير الفاينل والفير ستور اكزام. اي سي ان سي 2019. على فكره بدي اورجيكم انه انا الشباب او الطلاب والطالبات اللي بيجيبوا علامه كامله في اول امتحان طب بالجي كود بياخذوا شهاده. هذه الشهاده انه he has got full mark in the midterm exam of computer numerical control CNC. يعني الطلاب والطالبات اللي بيجيبوا درجه كامله بياخذوا شهاده زي هذه. وسهل سهل زي ما اذا بتتابعوا انتم سهل كثير انكم تاخذوا درجه كاملة في الامتحان النصفي، يعني مش صعب كتير. بس خلينا أوريكم الامتحان. أنا
هاي الميد تيرم اكزام، هاي الورك بيس اللي احنا هذا الورك بيس اللي بدها تنتج. شايفين شايفين الصوره يا شباب؟ شايفين هذه؟ تمام. وهي الابعاد، وهذه الابعاد. يبقى الكاتنج تول بدها تقف هنا وتقف هنا وتقف هنا وتقف هنا. وظيفتك اول ما تمسك الورقه انك تحط الكوردينيتس هذول، تبدا تحط كل نقطه الكوردينيتس تبعها، وهي الابعاد كلها موجوده. يعني حياخذ منك الوقت هذا، حياخذ منك مثلا خلينا نقول انه 20 دقيقه، الامتحان مدته ساعه او ساعه ونص. ف 20 دقيقه وانت بتحط ايش الكوردينيتس، وعشان هيك تأدنى وتمهل 100% اشتغل صح، بتلاقي انه شغل البرمجه بتعمل خمس صفحات برمجه كودز، بتعمل خمس صفحات كودز يمكن 1000 سطر يكون معك، وانت مش حاسس انه قاعد انت بتشتغل. خلاص انت صرت تحكي كود، انتوا صرتوا تحكي كود، فبتلاقي الكوردينيس موجود عندك وبتقول لك كاتنج تول روحي هنا وروحي هنا واطلعي هنا ونزلي هنا ولفي واطلعي ونزلي، تلاقي ايش اللي هو طالع معك كل الجي كود الخاص بهذا. وهيكو شايفين طلاب كتير جابوا درجات كاملة وطالبات، ف يعني مش صعب كثير انك انت تكون احد الطلاب والطالبات اللي بيجوا بالدرجه الكامله. خلينا نكمل لانه الوقت قاعد بيسرقنا. يبقى انا بدي اشتغل ابسوليوت مود الان، بدي اشتغل ابسوليوت مود، فبدي ابدا احط الكوردينيتس. اول كوردينيتس هنا 10 و20، ايش الكوردينيتس الثانيه هنا؟ الاكس 20 والواي 20. وايش الكوردينيتس تبعت النقطه الثالثه هذه؟ على طول بطلع على الأبعاد، يعني على السريع، يعني مش قصة كبيرة. هاي 30، الإكس 30 والواي تبعها 40. تمام. إيش الكوردينيتس تبعت النقطة الأخيرة هاي؟ الإكس، على طول بطلع على الإكس تبعها 15 والواي تبعها 40. يعني القصة بدهاش يعني شغل كتير وفهلة وكتير، بس أنا بطلع بحط الأبعاد تبعتها. الآن أنا بدي أشغل أبسوليوت مود بقولكم، فبحط في أول سطر فوق جي 90. يبقى الماكينة الآن أو السي أن سي ماشين سنتر تهيأت إنها تشغل أبسوليوت. بعدين بقول له جي 0 0 إكس 0 واي 0 إكس 0 واي 0، بتروح انتقلت من الباركينج تبعها او من اي مكان تبعها للزيرو زيرو. تمام. بعدين جي زيرو زيرو اكس قديش؟ 10. واي قديش؟ 20. تقوم انتقلت من النقطة هذه للنقطة هذه بأسرع ما يمكن، بأسرع ما يمكن. بعدين جي زيرو زيرو اكس، بدنا نقلها النقطة هذه، اكس تبعها هذه 20، واي 20. يبقى انتقلت من هان لهان. الحين بدي اقولها انتقلي هان، يبقى هذا تحركت الكاتنج تول من هان لهان، بعدين بدي اخليها تتحرك من هان لهان. ايش الكوردينيتس تبعت النقطة الجديدة؟ جي 0 0 اكس 30 واي 40. يبقى انتقلت من هان لهان هي. هلا بدي انقلها من هان لهان. دخلها تيجي هان، بطلع الكوردينيتس تبع هاي جي 0 0 اكس 15 واي 40. بعدين بدي اياها تنتقل من هان لهان، بقول لها جي 0 0 اكس 10 واي 10. يبقى نفذت اوامرك الكاتنج تول، نفذت اوامرك وانتقلت عن نقاط هذه. هذا اول برنامج CNC تعمله في حياتك. هاي أول برنامج CNC تعمله في حياتك. قلت لها أبسوليوت، فهو الريفرنس تبعك هو هذه النقطة 00 هنا، هو هذا الريفرنس تبعنا. وبعدين ريفرنس للنقطة هذه قديش هذه الأبعاد، ريفرنس للنقطة هذه قديش هذه الأبعاد، اللي هن هذول اللي انتم شايفينهم. يعني هذه العشرة من هون لهون، وهذه العشرين من هان لهان،
وهذه ال 30 من هان لهان، يبقى انا باخذ مين دائما ريفرنس لهذه، والارتفاع من هان لهان 20 ومن هان لهان 40، يعني هاي هو الريفرنس تبعي. ايش النقطه الاخيره يا دكتور؟ ال 10 وال 10 10 و 20 في اخر نقطه بالكود، في الكود، في الكود اخر سطر. اوكي طب في كمان سؤال، مش الجي 00 حكيت لنا انها مودل يعني تنحط مره واحده بس؟ صحيح، ما كل نقطه على كيفك بدك تكررها كررها، بدكش تكررها خلاص هذه مودل. تمام ممكن هدول كلهم تشيلهم. تمام ممكن كلهم تشيلهم، انا بس بكررهم عشان اذكركم انه احنا بنشتغل ايش لسه، يعني لما تصيروا بروفيشنال يعني كمان 5-6 محاضرات بتصير تعرف المودل وما تكرروش. وحتى المودل في الديستانس، يعني انا هنا عندي المسافه 10 انتقلت ل 20، هنا واي 20 وضلت واي 20، فيش داعي نحط هذه كمان، خلص بقول له انتقل ل اكس 20، هو بكون عند الواي 20 بضله في مكانه في الواي 20 ما بيغيرش. يعني بضل هذه برضه موجود، انت شوي شوي المودل كودز هذول لحالك بتصير انت متبرمج معهم. هلا بدنا نشتغل جي 91 وبنختم في محاضره اليوم، نشتغل اليوم انكريمنتال، وحتلاقوني بعثت لكم واجب، انا الواجب الاولاني برضه بدي اشتغل، بحط لكم كوردينيت زي هذول وبدي اشتغل فيه ابسولوت وانكريمنتال، بتبعثوا لي اياهم في الموعد المحدد. طبعا موضوع لسه احنا كانه يعني نتعلم احنا الالف باء تبعت الجي كودز، يعني بكره لما انت تطلع على المحاضرات تبعتك وتشوف هذا بتقول يا ابوي انا كنت اشتغل الف فتحه أ وباء فتحه باء في ايش في الجي كودز. طيب بدي اشتغل ابسولوت، عشان اشتغل ابسولوت لازم اكتب الكود جي 91 سوري بدي اشتغل انكريمنتال جي 91 انكريمنتال جي 91. خلي الرسم مبينه ويلا ابعاد، انا بدي اقول له جي 00 اكس 0 واي 0، يعني انتقل من اي مكان لل 00 هذا، يعني بلاش احنا ندق عليها كثير النقطه هذه، يعني لما تقول له جي 91 وتقول له جي 0 على عمليا مش هيتحرك بس خليني مشوا لي اياها. طيب الان انا موجود هون، انا موجود هون بدي انتقل للنقطه هذه، يبقى الريفرنس تبعي هذه النقطه، الريفرنس هو هذه النقطه، بحط كوردينيت هيك وبقول البعد هذا قديش في الاكس والبعد هذا قديش في الواي اللي هي نفس الشيء، بقول له جي 0 0 اكس 10 واي 20، يعني ريفرنس النقطه هاي بده ينتقل هيك، هو بده ينتقل للنقطه هذه، فبالنسبه له هذه باكس ب 10 واي ب 20، فانتقل للنقطه هذه وقعد هنا. الحين بده ينتقل للنقطه هذه، شوفوا كيف هلا برسم كوردينيتس على السريع، ده كل نقطه بده ينتقل لها برسم فيها كوردينيتس، برسم كوردينيتس هو الصليب تبع الزيرو زيرو، هذا صار الزيرو زيرو تمام. هلا الكوردينيتس هذا ايش بقول، ايش بتبعد عن النقطه هذه بالاكس وبالواي؟ بالواي زيرو بالاكس 10، الواي زيرو لانه على نفس المستوى والاكس قديش 10 10 و10 هذا كله 20 فبضل اكس 10 صح. هلا بعمل كوردينيتس جديد هون، بدي انتقل لفوق، بدي اعمل كوردينيتس جديد هون، شوف الخرابيش اللي بدها تصير. هلا بدي اطلع فوق قديش الاكس وقديش الواي، حيمشي بالاكس 10 والواي 10، ايوه الاكس 10 والواي 20 20 لو كانت هذه 20 وبدها تطلع لل 40 فالواي 20 تمام. هلا بعمل كوردينيتس هون، بعمل كوردينيتس هون بده ينتقل لهذه النقطه،
حيرجع بالإكس ماينس 15 وبالواي 0. إكس ماينس 15 والواي بضلها 0. هلا بده ينتقل للنقطة هاي. هاي كوردينيتس جديد. قديش بده ينزل؟ قديش بيمشي بالأرض؟ ماينس 5 في الإكس. إكس ماينس 5 عشان يرجع للعشرة. وماينس 20. واي ماينس 20. تمام؟ كيف أجيب لكم إياهم مع بعض هدول؟ مش عارف. هيك ممكن تكون. تمام؟ هذه هي الفرق بين الأبسوليوت والإنكريمنتال. الأبسوليوت بتاخذوا الابعاد المحطوطه في الرسمه مباشره، كل الابعاد وبصيروا تحطوا نقاط بناء على ابعاد. الانكريمنتال لا، في الانكريمنتال بدي اعمل كوردينيتس لكل نقطه بروحها، يعني بتصير النقطه اللي انا عندها هي الصفر صفر، كل نقطه بكون انا عندها بتكون هي الصفر صفر، وبنتقل لنقطه جديده. اوكي، بديش اطول عليكم اليوم. محاضره فيها معلومات كويسة، بتراجعوها وبتطلعوا على صفحة الموديل، لأني بدي أعمل لكم واجب نفس القصة هذه عشان تشتغل في البيت وتسلمني إياها في موعد محدد. أي سؤال الآن إحنا خلينا نجاوبه قبل ما إحنا ننهي المحاضرة. تفضلوا إذا حدا في عنده أي سؤال. دكتور، بالنسبة للصفر صفر النقطة هذه كيف نحددها على القطعة يعني؟ اوكي، هلا انتوا شفتوا الموفي هذا، وين راح الموفي؟ راح. طيب خلينا نشوفه هل سي ان سي هذا. هلا كيف بدنا نحدد انه هذا هو ولا هذا هو ولا هذا هو الصفر؟ الحين احنا قلنا انه الماكينه بتطلع في هذا البوزيشن هيك 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 هيك، هذا اسمه صفر الماكينة. هذا المكان اللي فيه الكاتنج تول هذا بسموه الهوم بوزيشن. الهوم بوزيشن يعني المكان اللي فيه بتتغير الكاتنج تول، هذا بسموه الهوم بوزيشن. يعني هذا أنا قلت لكم المحاضرة الجاية بدنا نشرحه، ولكن بدنا أنكم تسألوا خلاص بدنا نجاوب السؤال. هذا بسموه الهوم بوزيشن، هو هذا. انت بتشتري السي ان سي ماشين سنتر هذه بتشتريها، وهذا هو معرف، انا بقدرش اغيره، انا ما بقدر اغير. هذا المكان هو اللي بتصير فيه التول تشينج، من هنا التول بتتغير. هلا التول بتتغير هون. طب انا بدي، انا في عندي بدي اعمل شيب معين، بدي اعمل شكل معين، فانا بروح بشتري خامه من السوق، بشتري خامة من السوق. الخامة هذه أبعادها هي مثلاً طولها 120 وعرضها 80 ملي. تمام، هذه الخامة في الآخر بدي أشتغلها وأطلع منها الشكل المطلوب. فأنا عشان أبدأ أشتغل فيها في البرنامج في عندي خطوات، بأنقل الزيرو زيرو من هذا المكان لهذا المكان، في أربع خمس أسطر هدول اللي انتوا حتصيروا مبرمجين عليهم، تكتبهم تلقائيا جي 28 جي 0 جي 91 جي مثلا مش عارف، بتصير تحط اربع خمس اسطر هيك، بتلاقي انه الكاتنج تول هوم بوزيشن انتقل لمين؟ لهذا النقطه. هلا مين احدد انا الزيرو تبع من هنا ولا من هنا ولا ايش؟ انا الرسم اللي بعطيك اياها وايش الكوردينيتس اللي انت قدامك في الدروينج على طول انت بتكون هو الزيرو تبعك. احنا قلنا انه في هذا وين الواجب؟ يعني في الرسمة هذه
طبيعي انه يكون الكوردينيت تبعتك هون، يعني هذا هو الزيرو زيرو تبعك، لانه هذا العشرة من هذه النقطة وهذا العشرة من هذه النقطة والعشرين، فهذا انت مجبر ان يكون مين الزيرو زيرو تبعك، خلص صارت هذه الزيرو زيرو تبعنا، الكورنر هذه الزيرو زيرو تبعنا، فهذا البوزيشن هذه النقطة هون هي الزيرو زيرو تبعنا. فانت لما تشتري القالب هذا من السوق، بتشتريه من السوق في ابعاد معينة وبتاخذ الريفرنس تبعك من هنا وبتقول للكاتنج تول للهوم بوزيشن او الباركينج تبعنا انتقل من النقطه هذه للنقطه هذه، فبصير عندك هذا هو هذا هو تبعنا الهوم بوزيشن سوري هذا هو الريفرنس تبعنا 000 وهو هي متاخذ الابعاد كلها من عنده، من هذا ماخذ كل الابعاد انا من هنا، فابعادي اللي انا اخذها من هنا خلاص انا مجبر انه يكون هذا هو الزيرو تبعي. اذا انت بدك تشاطر وتقول والله انا بدي الزيرو زيرو تبعي هون، شوف ايش بدك تسوي، بدك تاخذ كل ابعاد النقاط هذه بالنسبه لهذه النقطه، يعني خلاص انا بديش اعتبر هذا، بدي اخذ من هنا، بدك تبدا تاخذ الابعاد اللي انا باخذها من هنا بدك تصير تاخذها من هنا. دكتور مشان المشكله الفكره قصدي انه كل قطعه لها دايمنشن معين، كيف هو يحدد يعني وين موقع اللوكيشن الزيرو زيرو، يعني هاني الفكره انه هذه بتحدد اللوكيشن من هنا انت. ممكن انا ربطتها، لا يعني لما ربطت القطعه ربطتها مثلا بعيده، يعني كيف هو يحدد وين مكان القطعه بالضبط؟ هل انه في سنسورات مثلا او لا 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 فيش سنسورات، الاستبر موتورز اللي موجودين هون، الاستبر موتورز كل لف بلفه للسيبر موتور بودي للكمبيوتر انه انا لفيت 1 ملي او 2 ملي. ايون هاي الفكره بس مش اكثر. يعني هو ليش فيها بتشتغل بالسيبر موتورز؟ لانه السيبر موتور كل دوره بدورها، كل دوره بتحركها بقول للكمبيوتر انا تحركت 2 ملي في الاكس و2 ملي في اتجاه الواي، فانت دائما بيعرف الريفرنس تبعه من النقطه هذه. يعني انت بتجيب الكاتنج تول هون، يكون السيبر موتور تبعها حركها وجابها جاستت شانه، بتلاقي الكمبيوتر كتب لك 000. لو جبتها عند الكورنر هذه الكمبيوتر بكتب لك هناك 0، بكتب لك مثلا 80 و 0. طيب نقلت عند الكورنر هذه بكتب لك الكمبيوتر على طول، الشاشه بتكتب لك النقطه هذه صار اسمها اكس 80 واي 120. انتقل عند النقطه هذه بكتب لك الكمبيوتر لحاله، انت صرت عند النقطة مثلا 0 و 120، رجع انتقل هنا بكتب لك انت انتقلت عند النقطة 0 و 0. ليش؟ لانه الاستبرز اللي قاعدة بتدور بتعرف بالضبط وين ودت الكاتنج تول، وإلا بدها تصير شورة بالعملية لو بديش اعرف وين انا تحركت وين رحت وين جيت. اوكي طيب الآلة كيف هتعرف انه هذا الكورنر هو 000 مش الكورنر التاني؟ بالضبط، وهذا السؤال اللي انا حجاوب عليه كمان محاضرتين. هلا انا عندي بشتري الآلة، بشتري الماشين سنتر لها هوم بوزيشن، كل ماشين سنتر في الدنيا لها هوم بوزيشن، كل سي ان سي ماشين في الدنيا لها هوم بوزيشن. ليش هذا الهوم بوزيشن بيعملوه؟ عشان الكاتنج تول تقف فيه وتتبدل. هلا بعد ما تتبدل الكاتنج تول لازم ينتقل الصفر صفر صفر، طبعا بينتقل هو برمجيا بينتقلش عمليا، يعني بتبطل هذا الزيرو زيرو زيرو بتصير هذا الزيرو زيرو في لحظة من اللحظات، بلغي هذا وبقول للماكين انتقلي بواسطة جي كود اسمه جي 28، يعني بتلغي الهوم بتلغي الزيرو هذا وبتنقلها عن الزيرو تبع الهوم، والجي 91 مع الجي 18 بتنتقل، او جي 35 بتنتقل مره ثانيه عند النقطه هذه عند الزيرو زيرو. يعني في كودز احنا بدنا نحطهم نتعلم كيف ننقل تبادليا مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، يعني هذا برمجيا بنقله هنا الزيرو زيرو، خلاص الماكينة بتصير تعرف أنا بواسطة جي كود. تمام؟ تفضلوا السلام.
طيب احنا هيك محاضرتنا بتكون خلصت، وانا اشكر تفاعلكم، وان شاء الله رب العالمين بتجهزوا حالكم لهوم ورك ان شاء الله ببعثه بعد ما ابعث لكم المحاضره هذه المسجله، وبنبدا بتحلوا لي الهوم ورك وبتسلموا لي اياه في موعده. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.